عاملين المبادرة دي اسمها أنا بحبك يا بلادي، هي مسابقة تصوير على الفيسبوك. بيسكلي الفكرة إن الناس تصور إيه اللي هي شايفاه في مصر، يصوروا مصر أي حاجة هم شايفينها بتعبر عن جمال مصر من وجهة نظرهم، ويحطوا الصورة دي على الجروب بتاع فيسبوك اللي هو اسمه أنا بحبك يا بلادي. وبعد كده أكتر 15 صورة هتاخد تصويت، هتتبعت ثرو كل مكاتبنا في العالم إنها تتنشر، فبالتالي اسم المصور دي هيبقى معروف. وتاني حاجة ان احنا هنبقى بنشجع السياحة وبنبروموت التوريزم في مصر، وبنعزم كل الناس ان هم يجوا يشوفوا جمال مصر.